الدورة الرياضية في كرة القدم تعتبر المتنفس الكبير للشباب في هذه الصائفة، ودورة الصداقة هنا ببلدية الإدريسية من بين أكبر الدورات، شارك فيها ما يقارب 400 لاعب من مختلف الأعمار. بالطبع الأولى بدورة ما بين الأحياء، ثم طورت إلى بين الدوائر، ثم الولاية، ثم اليوم رانا في أربع ولايات اللي هي جلبة، الأغواط، تسم سيرت، وتيارت. نهائي هذه الدورة كان شيقا، جمع بين اتحاد الأغواط واتحاد الجلفة، انتهى بفوز الجلفة بسداسية مقابل هدف واحد للأغواط. دونا وساندوا هذه الدورة اللي كملت بنجاح، والحمد لله نهدو هذا الفوز كاع للشيخ حفينات، لصحابي، للجلفة عامة قاعدين، نشكر كل من ساهم في تنظيم هذه الدورة، دورة الصداقة، وشرفنا كلا قدماء اللاعبين اتحاد الأغواط أن نشارك في هذه التظاهرة، وإن شاء الله تفوت في روح رياضية. أنا على طريق فريق الجلفة اللي ربحونا، وكان فريق لاباس به، فريق شيء ما شاء الله تاع اتحاد ولد نيل، واليوم أجواء ما شاء الله في هذه الأجواء ما شاء الله، لقاء نهائي بمعنى الكلمة بين اتحاد الأغواط، قدماء اتحاد الأغواط وقدماء اتحاد ولد نيل. استمتع جمهور الإدريسية طيلة شهر ونصف بهذه الدورة الرياضية التي دخلت عامها العاشر. كانت تعتبر المتنفس الوحيد بالنسبة لبعض الشباب. اليوم راكم تشوفوا عرس كروي رائع جدا في مستوى عالي جدا، جاتوا من كل بلديات الولاية وتمتعوا برياضة عالية جدا، ومقابلة كانت الروعة. هذه الدورات الرياضية ورغم قلة الإمكانيات إلا أنها مكنت من استقطاب جمهور متميز كسر به روتينه اليوم.